ومن مدينة إسطنبول ينضم إلينا الناشط الاجتماعي عيسى فايد. مرحبا بك أستاذ عيسى. إذا أنت موجود في إسطنبول رغم كل هذه التحذيرات الإسرائيلية، هل يمكن لك أن ترصد لنا الصورة في إسطنبول؟ وهل من تعزيزات أمنية ومخاوف من قبلكم كسياح أو من قبل الموجودين في المكان؟ أول شيء مرحبا لك ولكل المشاهدين. لا مش مخاوف، وأنا يعني شفت الخبر بالإشعارات أو الأخبار، ولكن الناس اللي بتسألوا بدها تيجي كثرت بالآونة الأخيرة بما أنه في عندي متابعين كتار. فلا الأجواء طبيعية جدا وناس عادية، وفيش حواجز وفيش تجديد أمن وفيش شيء، يعني حركة عادية جدا. نعم، يعني السؤال عيسى في هذه المرحلة، رغم أنك تصور لنا أنه يعني هنالك هدوء وهنالك عدم تخوف حقيقي من هذه الإشعارات وهذه التحذيرات، ولكن المؤسسة الإسرائيلية وبالتحديد الأمنية ما زالت مستمرة بالتحذير من السفر على غرار ما حصل في إيران في الآونة الأخيرة. يمكن، بس انا اللي بتابع السياسه والساحه السياسيه الاسرائيليه دائما، كمان كل قبل عيد العرش او بس عند اليهود دائما عندي تحذيرات قويه من الذهاب الى سيناء. انا اعتقد انه في هنا، انا مش محلل سياسي بالاخر، انا ما بعرف شو الشيء الامن للانسان. انا شايف هون اجواء طبيعيه جدا، فيش حواجز، فيش نظره غريبه، بالعكس هاي المره شايف انه في يهود اكثر باسطنبول بالاسواق الشعبيه مش بالمجمعات اللي على الشكل. التقيت بمجموعات كبيرة، أول مرة بلتقي بك مجموعة كبيرة، الأجواء عادية جدا، حتى فيش تواجد أمني يعني غريب. عند لقائك عيسى في هذه المجموعات التي تتحدث عنها يتداولون هذا الموضوع، يتحدثون عنه يعني بخشية معينة، أم أن الأمور تسير كما تسير عندك يعني وفقهم تسير بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي، بيشتوا بفاصلوا، بيكشفوش أنا حالي شوي، ولكن هن بيعرفونا واحنا بنعرفهم. حتى بالتقسيم كان دائما غاد يجيب جيش او تواجد للشرطه بشكل مكثف، كان في زي محطه بالتقسيم. هاي السنه هاي المره ما شفتهاش، يعني موجوده، كان طول السنه باجي كثير على اسطنبول، هاي السنه مش شايف هاي النقطه وبسحب التقسيم. إذا هذه شهادة حية من قلب مدينة اسطنبول ومن أحد المراكز التجارية كما يبدو في مدينة اسطنبول، الناشط الاجتماعي عيسى الفايد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وكل هذا التصوير. بالسلامة للجميع، وإن شاء الله يحصوا دائما بالأمان في اسطنبول وغير اسطنبول. شكرا لك عيسى، شكرا، إلى اللقاء.